السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، هذه نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من قناة وطن وبدايتها بالعناوين. اجتماع المجلس الاستشاري لدعم ذي قار يسمي مرشحين اثنين لمنصب المحافظ، والكاظمي يتريث لضمان عدم معارضة الكتل والمتظاهرين. ووفد الإقليم يرفض إعطاء ضمانات تلزمه بتنفيذ الاتفاق مع بغداد، ومعارضون كرد يتهمون سلطة الإقليم بالفساد. وحزب مسعود برزانية يستهدف تعايش سلمي لمكونات كركوك، ويكشف أطماعه في قضاء سنجار. وأيضا في النشرة، وعلى حدود العراق مخيم الهول مصنع لإنتاج دواعش المستقبل، وبقايا داعش تتبع أسلوب خطف المدنيين في ديالى وصلاح الدين. أهلا إلى التفصيلات، أهلا بكم. انتهى اجتماع اللجنة الاستشارية الخاصة بذي قار ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دون التوصل لتحديد اسم المحافظ الجديد ليكون خلفا لعبد الغني الأسدي الذي تسلم المنصب بالوكالة. وأفاد مصدر نيابي أن الاجتماع انفض دون التوصل لاسم محدد، فيما أكد طرح مرشحين اثنين أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليختار أحدهما لمنصب المحافظ. وبين المصدر أن الاسمين اللذين طرحا خلال الاجتماع هما نجم عبد الطارش وأحمد عبد الغني الخفاجي، مضيفا أن الأمر متروك للكاظمي لكنه متريث لضمان عدم معارضة المحافظ من قبل الكتل السياسية. وكان مصدر مسؤول في محافظة ذي قار أفاد عن انسحاب المرشح لمنصب المحافظ الدكتور عبد الرضا سعدون. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار. وقال المصدر أن اجتماع المجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار الذي تم عقده في قاعدة الإمام علي الجوية انتهى بترشيح الدكتور أحمد عبد الغني الخفاجي والدكتور نجم الغزي لمنصب المحافظ على أن يختار الكاظمي أحد المرشحين الاثنين. وفي ملف الأحداث في محافظة ذي قار أفاد مصدر أمني أن قوة أمنية رسمية منعت موظفي مبنى المحافظة من الدخول. وقال المصدر أن قوة من الجيش أبلغت الموظفين بأنهم يطبقون الأوامر العليا بشأن منع وصول أي شخص لمبنى ديوان المحافظة. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء جاء تأمينا للمبنى، وذلك بالتزامن مع انتهاء مدة تنصيب المحافظ الجديد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. في الأثناء تظاهر العشرات من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد مشكلين مسيرة انطلقت من بهوي بلدية الناصرية إلى ديوان المحافظة وقيادة الشرطة للمطالبة بالتعيين، مهددين بالتصعيد. ونبقى في ذي قار مشاهدينا الكرام. شهد قضاء الرفاعي اشتباكات بالأيادي وتبادل برمي الحجارة بين متظاهرين مؤيدين لقائم مقام المقال وآخرين مناصرين للجديد.
شهود عيان هناك قالوا أن الاشتباكات بدأت بالحجارة والأيدي ثم تطورت لتحصل عملية إطلاق نار متقطع خلفت إصابات بين الطرفين ومنتسب في الجهاز الأمني. فيما طوقت القوات الأمنية مكان التظاهر لمنع تكرار حصول احتكاك بين الطرفين. السلطة المحلية في الرفاع أعلنت عن مباشرة الدكتور عمار ياسر الركابي مهام عمله كقائم مقام للقضاء، وذلك وسط أجواء شعبية مضطربة. وأكد شهود عيان أن متظاهرين منعوا الركابي من الدخول لمبنى القائم المقامية لممارسة عمله احتجاجا على تنصيبه، فيما أقدم محتجون على قطع الطريق الرئيسي في القضاء وإحراق الإطارات احتجاجا على اختيار القائم المقام الجديد. إذا مشاهدينا، الحديث عن مستجدات الموقف في محافظة ذي قار معي مباشرة عبر سكايب الأكاديمي الأستاذ محمد الحسيني. أهلا بك سيد محمد. أهلا بك أستاذنا العزيز، تحية لك ولمشاهدي قناتك الكريمة. شكرا جزيلا لك. يعني أستاذ محمد، يعني الحديث اليوم يدور حول مرشحين اثنين لمنصب محافظ ذي قار، وتحديدا هما أحمد غني وأيضا الدكتور نجم الغزي. يعني برأيكم ما هي مقبولية هذين المرشحين، يعني خصوصا وأن الحكومة يعني ربطت ترشيح هؤلاء الشخصيتين بمضارب المتظاهرين؟ بداية أعتقد بأن الحكومة لا زالت تماطل في قضية اختيار محافظ لذي قار. هناك ضغوط، لا شك أن هناك ضغوط من الكتل السياسية والأحزاب المتنفذة، وكل يعني كل هذه الجهات تريد أن تظفر ب منصب المحافظ، لأن المحافظة كما تعرف هي على أبواب موازنة كبيرة تقارب المليار دولار، وهذا الأمر هو في حسبان الكتل السياسية والأحزاب. تم الاتفاق بين وجهاء ومتظاهرين ويعني أبناء نخبة من أبناء ذي قار المتصدين للموضوع على اختيار عدة أسماء، من أبرزها هو الدكتور نجم الطارش، وكان الدكتور ياسر البراق، والدكتور أحمد الخفاجي. وجوه اكاديميه معروفه وهي مستقله في يعني في ذات في نفس الوقت، ولكن يعني لا تزال الحكومه قد التقت بهم اكثر من مره، ولكن لا تزال يبدو انها تماطل في اختيار. يعني هنا كان سؤالي استاذ محمد، اذا سمحت، يعني هناك اسمان سيتم يعني ترشيحهما او اختيارهما يوم غد، يعني هل سيحظون بمقبوليه من قبل الشارع الذقاري؟ يعني إلى حد كبير هذه الأسماء المطروحة هي مطروحة من جمع كبير من أبناء ذقار، من محتجين ذقار، أسماء لا شائبة عليها ولا غبار، غير متورطة بدماء ممتاز. أو مناصب سابقة أو شبه فساد، ولكن إلى أي مدى ممكن أن تتعاون الحكومة المركزية، إلى أي مدى ممكن أن تتعاون الأحزاب، طيب، ولا تعرق العمل المحافظ يعني الحكومه المحليه الجديده. طيب، اذا سيد محمد، يعني لنفترض انه تم اختيار محافظ جديد لذي قار ويعني حظى بمقبوليه الشارع ذي قاري بصوره عامه، يعني هل ستنتهي مطالب المتظاهرين؟ يعني هل سيهدأ الشارع ذي قاري تحديدا؟ الشارع ذي قار والمتظاهرين يعني هم لديهم مطالب بدرجة الأساس، ليست القضية قضية تبديل شخص بشخص أو تبديل يعني حكومة محلية. هل الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق المحلية الجديدة قادرة على تحقيق مطالب المحتجين من عمليات إعمار، بنى تحتية، من السيطرة على الوضع الأمني، محاسبة بعض المتورطين بالدماء؟ إلى أي مدى ممكن أن تنجح الحكومة الجديدة في معالجة ملفات ومطالب المحتجين؟ طيب، يعني في سؤال أخير، يعني سيد محمد، عفوا، يعني أنا لأستغل الوقت مع حضرتك، لديك يعني كم من المعلومات حول شارع الذقاري، يعني ما الذي يحصل تحديدا في قضاء الرفاعي؟
يعني هل هناك مشكلة عشائرية على يعني موضوع القائم مقام، أم أن هناك مشكلة موضوعية فعلا؟ في صراحة احنا تفاجأنا خلال يعني يومين او ثلاثة ببعض التوترات في يعني في قضاء الرفاعي. اعتقد ان هناك إشكالية على الشخص، يعني على الشخصيات المطروحة لمنصب قائم مقام. نعم. يعني ابناء المدينة هم اعرف بها، ولكن تبقى هي الطلبات في دائرة انه الناس بحاجة الى خدمات، بحاجة الى تنمية، بحاجة الى إدارة صحيحة هذه المناطق او هذه وهذا القضاء على وجه نعم. التحديد. هذه المناطق، مناطق شمال ذي قار، هي مناطق بشكل عام يعني مناطق مظلومه ومحرومه متأكد. من كثير من الحقوق، فالناس تتطلع في هذه المناطق لان يمسك زمام الامور شخص يعني يكون ضمن مؤهلات وضمن مواصفات تمكنه من العمل وعدم التلكؤ. يعني بالتأكيد نحن نتمنى ذلك. جزيل الشكر والتقدير لك الأستاذ الأكاديمي من الناصرية، كنت معي مباشرة عبر سكايب محمد الحسيني، شكرا جزيلا مرة أخرى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذه عودة إلى قراءة الأخبار. قالت اللجنة المالية النيابية أن قانون الموازنة لن يتم تمريره خلال جلسة واحدة، خاصة وأن هناك بعض المواد الخلافية التي ما زالت قائمة. وأضاف عضو اللجنة النائب محمد إبراهيم أن الحوارات ما زالت جارية لحسم القانون بشكل كامل والاتفاق على صيغة معينة لتمرير الموازنة، مشيرا إلى أن محور الخلاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 المتعلقة بحصة الإقليم وما تتضمنه من قضايا متعلقة بإدارة النفط وأيضا إيرادات الإقليم الواجب تسليمها للحكومة المركزية. وبيّن إبراهيم أن هناك مواقف سياسية متأرجحة بشأن التصويت على الموازنة، وهناك ضغوط سياسية وبرلمانية من أجل المضي في حل الخلافات مع الإقليم للتصويت على الموازنة. أكدت اللجنة المالية النيابية أن البنك المركزي سيطعن بالموازنة في حال تغيير سعر الصرف الحالي. أكد ذلك مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، مشيرا إلى بعض المواد المضافة على الموازنة غير الدستورية، مضيفا أن التصويت على الموازنة داخل اللجنة المالية تم على أساس تسليم الإقليم 460 ألف برميل نفط يوميا، إلا أن بعض الكتل طلبت إضافة نص بالموازنة يلزم الإقليم بتنفيذ الاتفاق وإلا يتم قطع الأموال عنه. وأشار صفار إلى الخلافات بشأن حصص المحافظات والوظائف وسعر الصرف تسببت بعدم دخول بعض الكتل لقاعة البرلمان. من جهته أكد نائب عن تحالف القوى الوطنية كريم أبو سودة أن تحالفه يؤيد مطالب القوى الشيعية بتسليم الإقليم 460 ألف برميل نفط يوميا، وطالب أبو سودة بالتزام الإقليم بتسليم النفط لشركة سومو مقابل تعهد الحكومة بتسليم حصة الإقليم من الموازنة وعدم جعل هذا الملف محطة صراعات سياسية، مشيرا إلى أن نصف مدينة الموصل لا زالت مدمرة إلى الآن، كما أن أكثر من 50 قرية في أبي غريب ما زالت مدمرة بسبب الإرهاب.
تبقى سياسات الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود برزاني هي المشكلة الأساس في عموم المشهد السياسي العراقي، وذلك لما تنتهجه من انفصالية وتمرد على الحكومة الاتحادية، فضلا عما تحاوله من ابتزاز الدولة العراقية بكل الأساليب. المزيد في التقرير التالي. سياسة الكذب والمراوغة من قبل مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص الاتفاق مع حكومة بغداد بشأن إقرار الموازنة، حيث تواصلت اللجنة المالية مع الوفد الكردي المفاوض إلى اتفاق ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا ونصف إيرادات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصة في الموازنة. مرة أخرى تخلف الاتفاق حكومة بارزاني وتبقى تماطل بشأن مصالحها الشخصية دون التواصل على اتفاق بخصوص إقرار الموازنة، وتستمر خلافات الإقليم بخصوص الاتفاق مع شركات النفط وعملها الغير قانونية، كون هذه الشركات لم تتفق مع الحكومة المركزية ويعتبر عملها خرق قانوني يحسب على الإقليم، ناهيك عن التدخلات بفقرات الموازنة بعد أشهر من الجلسات للوصول إلى اتفاق قانوني. وبالمقابل نواب الكرد يتغيبون من الحضور إلى مجلس النواب للتصويت على إقرار الموازنة، وتبقى هذه المماطلة على حساب المواطن الفقير، ناهيك عن آلاف الخريجين مرتبط مصير تعيينهم بإقرار الموازنة. أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن بإمكان البرلمان تغيير أسعار صرف الدولار، لكنه لا يكون ملزما للحكومة بتطبيقه. ناظم قال أن الفرصة متاحة أمام البرلمان لإبداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة، ولكن بصورة غير ملزمة كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي. وأضاف ناظم أنه يقع على عاتق البرلمان القرار بالموافقة على الموازنة وتمريرها أو إجراء تعديلات أو تغييرات عليها، فيما بإمكان الحكومة المساعدة بتسهيل الأمور وإجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات. النائب خلف عبد الصمد قال أن ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية قلل من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وبالتالي سمح للمطالبة لعودة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق، خصوصا وأنه أثر على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي. واللي كان عليه سابقا الآن لا يوجد مبرر لهذا، لأن سعر النفط ارتفع وصل حتى أكثر من 60 دولار، وعليه لا يوجد مبرر لهذا الارتفاع، ولذلك نطالب وهناك أعضاء وكتل أخرى تطالب بإعادة سعر الدولار، لأنه أثر على المواطن وخصوصا المواطن الفقير اللي دخله محدود اللي قدرته محدودة، وجاءت هذه المصيبة وضعفت وضع الاقتصادي.
مشاهدينا حول الملف الاقتصادي معي مباشرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي علاء الفهد. أهلا بك سيد علاء. يعني بداية هل لك أن تشرح لنا بإيجاز يعني إيجابيات وسلبيات تأثير سعر الصرف الدولار يعني على العوائل المحددة الدخل تحديدا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وجه التحية لكم ولكل مشاهديكم الكرام. شكرا. حقيقة مسألة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار أخذت حيز كبير جدا وتأثير كبير خصوصا على أصحاب الدخول المتوسطة والفقيرة، كون أنه الدخل الحقيقي انخفض بنسبة 23% وأيضا أسعار السلع والخدمات الأساسية ارتفعت بمقدار يفوق نسبة 25%، وبالتالي هذا له تأثير مباشر خصوصا على الطبقات الفقيرة. يعني في كل دول العالم عندما يكون هناك نسب تضخم أو ارتفاع بالعملة الأجنبية مقابل العملة المحلية تعمل الدولة على دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة كونها الطبقات الأكثر ضرر من هذا الانخفاض في قيمة النقد المحلي. طيب عندنا بالعراق نعم يعني سيدي. هذا الموضوع تفضل. تأثيره أصبح تأثير مباشر وتأثير مضاعف على الطبقات الفقيرة. كان يجب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع السلطات الأخرى مجلس النواب وأيضا البنك المركزي كسلطة نقدية على الرفع أولا بشكل تدريجي من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون هناك إجراءات تخفف من تأثير وطأة ارتفاع الأسعار عن طريق دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة. لكن هذا ما يسمع إلا عبارة عن كلام فقط دون أن يكون هناك دعم حقيقي، خصوصا أن وزارة التجارة بنفس الوقت بدأت ترفع مفردات البطاقة التموينية عن بعض الطبقات وعن الأفراد اللي دخلهم يفوق المليون، وبالتالي هذا خلق حالة من الإرباك. يعني هي هنا المشكلة سيد علاء، يعني جميع المواد ارتفعت وبالمقابل أيضا يعني سعر النفط ارتفع، يعني ألا يعد هذا يعني تأثيرا على يعني أو انتفاء لحاجة يعني خفض سعر الدينار العراقي؟ يعني خلنا نكون معك بكل صراحة، منذ وقت أنه كانت تعمل وزارة المالية على رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار نعم من تحقيق الفرق لسد الرواتب وسد العجز، كنا دائما ننادي ان يكون هناك تعويم للعمله. البلدان العالميه في كل دول العالم كل الاقتصاديات يا اما تعوم العمله الاجنبيه بحيث تكون معومه ويدخل البنك المركزي مراقب مره بائع ومره مشتري من اجل حفظ التوازن بالسوق، لكن في العراق مع الاسف استلمنا بدعه واستمرت هذه البدعه، هي مزاد العمله اللي يتحدث فيها سعر الصرف بعيدا عن السعر الواقعي، وبالتالي اصبح المزاد وسيله لثراء الكثير من المصارف. يعني سيد علاء افهم من كلامك ان في باقي دول العالم لا يوجد مزاد للعمله مثل الذي يجري في العراق؟ لا نهائيا لا يوجد، البنك المركزي هو اللي مسيطر يعمل مره يعني هو يراقب عمليات العرض والطلب على النقد المحلي والاجنبي والمصارف موجودة ويكون هناك نوع من التوازن. عندما يكون هناك نقص في العرض يدخل البنك المركزي بائع، وعندما يكون الطلب بالعكس يكون منخفض يدخل البنك المركزي مشتري، وبالتالي يعمل نوع من البالانس أو التوازن بسعر الصرف بحيث يحافظ عليه بمستويات معينة مسيطر عليه، وهذا كان حتى موجود سابقا. يعني حقيقة دكتور يعني علاء يعني اعتقد ان هذه مشكله يعني مستحيل يعني ان تعملها الحكومه، لانها مستحيل ان يعني ترجع سعر صرف الدولار. يعني باختصار اذا سمحت، يعني هل تتوقع تراجعا حكوميا عن القرار، خاصه يعني وان يعني اسعار النفط بدات تنتعش؟ اذا يبدو ان الاتصال قد فقد مع الاستاذ الخبير الاقتصادي علاء الفهد، شكرا جزيلا لك. هذه عودة إلى قراءة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب الاثنين تأجيل حسم ملف المناطق المتنازع عليها لما بعد إجراء الانتخابات.
وقال نائب رئيس اللجنة محمود الكعبي أن اللجنة كانت قد أشرت إلى هذا الموضوع بوجود مواد قانونية حاكمة كالمادة 140 التي تخص المناطق المتنازع عليها. وأضاف الكعبي أن رأيه كان هو المضي بإجراء الانتخابات وتأجيل حسم الملف هذا لما بعد هذا الحدث خشية من حصول أي عراقيل تواجه هذه العملية. استغربت أمرية الحشد الشعبي في سنجار من التصريحات الكردية بشأن القضاء والمطالبة بضمه إلى الإقليم. وقال أمير تشكيل الحشد في سنجار محمود الأعرجي أن على قادة الإقليم أن يفهموا أن القضاء لديه القوة الكافية لرد أي اعتداء عليه وهو ليس بحاجة إلى الإقليم، مضيفا أن أهالي سنجار أعلنوا بصراحة أنهم لا يقبلوا الوصاية من أي طرف حزبي أو إقليمي غير الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد. وصف القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي رفع أنصار حزب الديمقراطي الكردستاني لافتات خلال أعياد نوروز تدعو للثورة في كركوك بأنه خطوة مستفزة. وقال البياتي أنه في كل عيد نوروز تحصل استفزازات من قبل أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيرا إلى أن كل الأحزاب الكردية غادرت هذه اللغة باستثناء الديمقراطي الكردستاني. ودعا البياتي إلى اعتماد لغة التعايش السلمي في كركوك وبقية المناطق، مؤكدا أن كل محاولات القوى الكردية لفرض سيطرتها على كركوك والمناطق الأخرى خارج الإقليم قد فشلت. هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورا للافتات حملها أنصار الديمقراطي تحمل عبارات تدعو للثورة ضد الطغاة في محافظة كركوك. أمنيا، أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي إكمال الاستعدادات الأمنية والصحية لتأمين الزيارة الشعبانية في ذكرى مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبين الوزير أن الخطة لن تعتمد على كثرة القطوعات كما في كل عام. تم التوجيه بصدد جعل كربلاء المقدسة مفتوحة الأبواب لاستقبال الزائرين وعدم اللجوء أو الإكثار من القطوعات. لذلك أولا نتبع تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اللي هي توصي باتباع أبسط الأمور الصحية، اعتداء الكمامات. وجهنا القوات الأمنية الآن بأولا تجسيد دور القدوة بلبس الكمامات، ثانيا راح نعطيهم أعداد كبيرة من الكمامات توزع إلى الزائرين، راح تسبقها حملة إعلامية وراح يبرز دور وزارة الصحة والحكومة أو الوزارة تكون هي صاحبة القرار في هذا الشأن بإرسال لجان فحص وأجهزة فحص وأجهزة وقاية وترسل بطاقة أمنية أو بطاقة وعي صحي للزائرين جميعا. هذا وقد حذر قائد عمليات كربلاء اللواء ركن علي غازي الهاشمي محاولة جماعات إرهابية وخارجين عن القانون تعكير مراسم الزيارة الشعبانية مطلع الأسبوع المقبل. الهاشمي أكد وفقا لبيان صادر عن قيادة عمليات كربلاء ضرورة تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية وعلى الخارجين عن القانون الذين يريدون تعكير صفو المراسم الشعبانية. من جهتها قالت وزارة الدفاع العراقية أن قيادة عمليات كربلاء قامت بتكثيف عملياتها العسكرية وجهدها الاستخباراتي من أجل تأمين الحدود الخارجة لمحافظة كربلاء، وأشار إلى نشر الكمائن والدوريات والعمليات الاستباقية للبحث والتفتيش في الهضاب والقصبات الممتدة في الجهة الغربية من المحافظة. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي النائب قطع ركابي وجود الآلاف من الأطفال في مخيم الهول السوري ينذر بولادة لجيل جديد من المتطرفين. ركابي قال أن عدد الأطفال الذين يصلوا للآلاف من جنسيات مختلفة يدل أننا أمام واقع خطير يهدد العراق ومنطقة الشرق الأوسط، لأنهم يعيشون في بيئة متطرفة تغزوها الأفكار المتشددة التي ستؤدي بهم إلى الهاوية.
وأضاف ركابي أن أمن العراقي القومي يستدعي وضع آليات تمنع أي عمليات للتسلل من الهول إلى داخل الحدود والانفتاح على بقية الدول والمنظمات من أجل إيجاد حلول تسهم في إبعاد الهول وتداعياته على أمن واستقرار المدن العراقية. ديالا أفاد مسؤول محلي بانطلاق عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في شمالي شرق المحافظة. وقال مدير ناحية العبارة مازن التميمي أن عملية عسكرية واسعة تجري حاليا في بساتين قرى ناحية العبارة لتعقب مختطفي 4 عمال من حقل دواجن خطفهم إرهابي داعش في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشيرا إلى أن العملية تأتي بناء على أهداف محددة في بساتين المنطقة من أجل تحرير المختطفين، وأن هناك غرفة عمليات لجولات تباشر إدارة العملية. هذا وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عباس صراط أن تنظيم داعش يستغل الثغرات الأمنية لتنفيذ أعمال إرهابية أبرزها الخطف والاغتيال في ديالى وصلاح الدين. وقال صراط أن داعش لم يعد بمقدوره شن عمليات واسعة النطاق، لذا يعتمد على أسلوب الخطف والاغتيال أو مهاجمة نقطة أمنية في محاولة لبث رسائل يؤكد وجوده من خلالها، وهي محاولات يائسة لرفع معنويات عناصره المنهارة. وأضاف صراط أن عمليات الخطف التي حدثت خلال الساعات الأخيرة تدل على وجود خلاياه النائمة، وأن بعض عمليات الخطف تدخل في إطار تمويل خلاياه عبر إجبار ذوي المختطفين على دفع فدية مالية. وأكد النائب أيضا أن آخر اجتماع للجنة الأمنية مع رئيس الحكومة شهد مطالبات بتفعيل الجهد الاستخباراتي ودعمه بقوة لمعالجة الخروقات الأمنية. هذا وكان إرهابيو داعش قد أقدموا خلال الساعات الماضية على تنفيذ عمليات خطف لمدنيين في محافظتي ديالى وصلاح الدين. مصادر أمنية قالت أن 4 عمال في حقل دواجن بديالى تم اختطافهم من قبل مسلحين إلى جهة مجهولة، فيما أكد مصدر مطلع قيام مسلحي داعش باختطاف 3 مزارعين شرقي محافظة صلاح الدين، وذلك بشكل متزامن مع عملية الاختطاف في ديالى. وأوضح المصدر أن عملية الخطف تمت في قرية حليوي التابعة لقضاء طوس خرماتو الشرقي صلاح الدين، مشيرا إلى أن المختطفين هم أخوين وقرب لهما في الأثناء. أكدت استخبارات اللواء في 52 تابع للحشد الشعبي تحرير فلاح اختطفه إرهابي داعش بعد مرور أقل من 24 ساعة من اختطافه شرقي صلاح الدين. وفي صلاح الدين أيضا كشفت قوات الحشد الشعبي تفاصيل الجريمة التي ارتكبها داعش في قرية البودور والمتورطين فيها،
فضيحة ما قامت به بعض القنوات من اللعب على الوتر الطائفي لتحقيق أجندات خارجية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. معلومات جديدة تكشفها التحقيقات المشتركة في مجزرة البدور جنوبي تكريت، حيث توصلت استخبارات اللواء 35 مع استخبارات وأمن الحشد الشعبي إلى المتورطين الرئيسيين في الحادثة الغادرة بعد اعتقالهم وفق مذكرات القبض وتصديق أقوالهم في محكمة جنايات تكريت. يتبين أن المجرمين المنفذين للعملية هم من أقرباء المغدورين ومن نفس العشيرة. بعد حدوث الفاجعة الأليمة في قرية البدور، بصراحة تم تشكيل غرفة عمليات من استخبارات اللواء 35 واستخبارات الحشد الشعبي وأمن الحشد، وكذلك بمشاركة أخوتنا في استخبارات الداخلية وخلية الصقور البطلة. وبعد تحديد المعلومات والإفادات من ذوي المجني عليهم، تم لله الحمد إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين والمجرمين الذين نفذوا هذه العملية الجبانة في خلية البدور. هؤلاء اليوم في قبضة العدالة، وتم التصديق على أقوالهم في محكمة جنايات تكريت. مجرمين من نفس القرية، أحدهم ابن عم الإجرامي الإرهابي بشار ثابت، والآخر شقيق زوجة بشار ثابت، دول اثنين ابن عمه ونسيبه. هؤلاء متعاونين مع هذا المجرم بشار ثابت، هي قضية انتقام. دق الباب مالت مغسل البيت دق، يعني دفرات سلاح. بعض القنوات الفضائية المغرضة وأبواق الفتنة حاولت العزف على وتر الطائفية من خلال تحريض الرأي العام وتوجيه الاتهامات للحشد الشعبي وتحميله المسؤولية عن الجريمة، مستدلة بكلام طفلة لقنت ما تقول، متغاضية بالوقت نفسه عن إصدار داعش المرئي وتبنيه للحادثة. استفسار أمني، كل مرة يجون علينا استفسار أمني، قلت لهم أبوي طلع عليكم وينك؟ قالوا بطل مدر استفسر. قلت لهم هذا الطلق اللي سمعته؟ قالوا هذا بالجو. قلت لهم من طبيت وسمع صوت طلق؟ قالوا هاي بالجو. وين السلاح مالته؟ قلت لهم ما عنده سلاح. السلاح مالته وين؟ ما عنده سلاح. قلت لهم بس عنده رشاش مال الحكومة وهاي ملابسه. طبوا وطلعوهن قبل لا يطلع من الغرفة. حكوا ويا واحد هذا الجهاز الأسود مالتهم، قال له سيد هذا بيت المنتسب، قال انسحبوا خلاص شغلكم. شيوخ ووجهاء عشائر تكريت فندت بدورها المزاعم والاتهامات ضد مقاتلي الحشد الشعبي، معتبرين أن وجود الحشد يشكل دعامة قوية لأمن واستقرار المناطق المحررة. وجهة نظري، احنا كلتنا ولد العراق، اليوم ابن الجنوب وابن الوسط وابن الغربية كلهم أخوة ولد العراق. يعني اليوم لازم نحامي العراق، لازم القوة اللي تكون ماسكة الأرض تكون يعني من كل الأصناف. ورغم محاولات الأقلام المأجورة وأبواق الفتنة من استغلال جريمة البدور ولصقها بالحشد الشعبي، إلا أن اعتقال المنفذين للجريمة واعترافهم في محكمة جنايات تكريت بأنهم من أقارب المغدورين وقاموا بقتلهم لدوافع انتقامية تتعلق بتعاون الشهداء مع الحشد والقوات الأمنية، شكل دليلا دامغا على كذب وزيف الادعاءات التي روجت وطبلت ضد الحشد الشعبي. نفت قوات الحشد الشعبي في ديالى توقف عمليات شيخ بابا العسكرية في قاطع شمالي شرق المحافظة. وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني أن المعلومات التي تحدثت عن وجود ضغوط سياسية دفعت إلى التريث بالعمليات وتجميده غير دقيقة، مشيرا إلى أن العملية دخلت أسبوعها الثاني بمشاركة مفارز قتالية من 8 ألوية، إضافة إلى قطاعات الفرقة الخامسة والجيش العراقي والاستخبارات. وأوضح الحسيني أن العملية تجري وفق محاور متعددة وفي أكثر من مناطق في ديالى تعقيدا، وتتضمن التمشيط ورفع الألغام والعبوات وأيضا فتح الطرق الزراعية ونشر نقاط المرابطة ومسك الأرض، وهي عملية بحاجة إلى وقت. وفي محافظة نينوى ألقت القوات الأمنية القبض على 11 عنصرا إرهابيا ينتمون لصفوف داعش.
وقالت مصادر أمنية أن مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى واعتمادا على معلومات استخباراتية ألقت القبض على الإرهابيين وهم مطلوبين للقضاء، وتمت عملية الاعتقال في عدة مناطق من الموصل. إذا مشاهدينا الحديث عن آخر المستجدات الوضع السياسي والأمني في محافظة ذي قار، معي عبر سكايب مراسلنا في المحافظة. أهلا بك، أهلا بك مجتبى صالح، تسمعني؟ أهلا بك عزيزي. أهلا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. أهلا بك مجتبى، ما هي آخر مستجدات التظاهرات في الناصرية، وهل ساهم ترشيح المجلس الاستشاري لدعم ذي قار للمرشحين لمنصب المحافظ في التهدئة؟ استاذ عبد الله، طبعا قبل فتره من الزمن كانت تحدث مظاهرات كثيره في وكبيره في محافظه ذي قار احتجاجا على الاسماء المطروحه للمحافظه لمنصب المحافظه، وكان الاحتجاج واضح بانه لا يريدون اسم متحزب من الاسماء المطروحه اللي طرحها الكاظمي او المجلس الاستشاري التابع لرئاسه الوزراء. لكن قبل فتره من الزمن، او يعني اليوم صارت هاي الاحداث، انه الدكتور عبد الرضا السعودي اللي كان مرشح احد الاحزاب او مرشح مجلس الوزراء الدكتور عبد الرضا سعود انسحب من الترشيح لمنصب المحافظ، وظهر بفيديو يوضح اسباب انسحابه. قبل ساعات يعني انتهى المجلس الاستشاري لدعم ذي قار حول اختيار منصب المحافظ، واللي ضم محافظ ذي قار المكلف الفريق عبد الغني الاسدي، والمجلس الاستشاري لدعم محافظ ذي قار واللي تم عقده بقاعده الامام علي الجويه. اللي هي صار بغرب الناصرية. واللي انتهى بترشيح اسمين من أسماء ذي قار، الدكتور عبد الغني الخفاجي، أحمد غني الخفاجي، الدكتور نجم طارش. نعم أحمد الغني، أحمد عبد الغني الخفاجي. طيب، وقضية يعني هؤلاء الأسمان إذا سمحت مجتبى، إذا كنت تسمعني، يعني هناك أسمان الآن على طاولة الترشيح، يعني هل هم يحظون بمقبولية الشارع الذيقاري حسب معلوماتك؟ والله حقيقة كانت الأسماء المطروحة خمسة، واللي يعني كانت متفق عليها من قبل وجهاء وشيوخ وكذلك المتظاهرين في ذي قار. كانت الأسماء خمسة وواضحة، والكل يعلم بأن ذن الخمس أسماء ما موجود بهن الأستاذ عبد الغني الخفاجي، لكن دكتور نجم طارش الغزي كان هو المرشح الأكثر نصيبا لثوار ذي قار وكذلك الوجهاء وكذلك الشيوخ. يعني المتفق عليه بين الساحات والمتفق عليه بين أهل الناصرية وأهل ذي قار هو الدكتور نجم طارش الغزي. يعني طيب، ما الذي جرى يوم يعني هسه؟ نعم، تفضل. الله، يعني هسه الأمر، نعم الأمر متروك هسه إلى رئاسة الوزراء، عفوا الامر طيب. متروك الى رئاسه الوزراء الاختيار بين الاسمين، طيب. اما الدكتور احمد عبد الغني الخفاجي او الدكتور نجم طارش الغزي. طيب، ما الذي جرى مجتبى؟ يعني انت بالتاكيد تتابع الاحداث هناك، ما الذي جرى في مجلس المحافظه؟ يقال ان قوه امنيه منعت الموظفين من الدخول هناك يعني لاجل يعني توفير الامن لهم، ما الذي حدث تحديدا؟ نعم بالفعل استاذ عبد الله، طبعا تم منع دخول الموظفين الى مبنى محافظه او الى ديوان محافظه ذي قار عفوا لتامين مبنى المحافظه على حد قولهم، يعني وهذا بالتزامن مع فتره تنصيب المحافظ. طبعا الاوامر حسب على حد قولهم بانه الاوامر اجت من اوامر عليا او قضايا عليا، يعني الله اعلم بعد اذا كانت يعني مثلا ترجع الى رئاسه الوزراء اكيد أو إلى اختيار منصب محافظ ذي قار. طيب، يعني حدثني يعني أخيرا،
مجتبى يعني عن المعلومات التي وردت اليوم، يعني هناك قطع للشوارع من احدى العشائر، يعني هناك قوة عشائرية يعني لن نحددها، ولكن هي قطعت طريق ناصرية شطرة بالسلاح وايضا في حرق العجلات، ما الذي يدور هناك؟ نعم بالفعل يعني تم اليوم قطع الشوارع وقطعها كذلك بالإطارات المحترقة من قبل يعني أفراد عشيرة خفاجة. يعني كان يعني المصادر اللي وضحت لنا هذا الأمر بأنه أكو قضية احتقال لشيخ العشيرة، وكان خروج الناس إلى هذا المكان أو إلى قطع الطريق احتجاجا على هذا الأمر، واحتجاجا على الدعوة القضائية المقاومة بحقهم. يعني تقريبا ما يقارب ال 500 شخص. طيب مجتبى، نعم وضحت الصورة، كنت معي مراسلنا من ذي قار مجتبى صالح، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.